اشفع في نفسها يا سيدنا، واحنا فاكرينك وانت بتصلي لنا كل وقت، وربنا يحافظ على كنيسته وعلى بيته وعلى ولاده. تحب تقول ايه لكراسه البابا يا حبيبتي؟ انا احب اقول له انت حبيبي. بتحب البابا شنوده؟ اه. البابا شنوده فين دلوقتي؟ ربنا ينيح نفسه. نشكر ربنا ان هو كان معانا فترة طويلة جدا من حياتنا، علمنا كتير، فهمنا كتير، احيا امور كتيرة جدا جدا في حياتنا كانت ميتة وعشناها، ولغاية دلوقتي هو معانا، ما نقدرش نقول مش معانا، هو ساكن في قلوبنا وهيفضل كده طول حياتنا، ونطلب منه يعني انه يتشفع من اجل كنيسته ومن اجل شعبه، اللي نتمنى انهم ما يتركوش ابدا وما يسيبوش. ربنا ينيح روحك، وانت ربنا روحك ونفسك موجود معانا، مش هننساك طول عمرك. الله يخليك سيدنا واذكرنا ما معرفش النعم. يا ريت الانبا توادرس يخلينا نشوفه وناخد بركته، عشان احنا ما لحقناش ناخد بركه البابا شنو. بتحب البابا شو ده يا ريم؟ اه. تحب تقولي ايه طيب؟ انت وحشتنا. انت ايه؟ انت وحشتنا. بتحبي قوي؟ عندك صوره في البيت ليه؟ احنا جبنا صوره النهارده. وحشتنا. وحشتنا كده، واحنا كنا يعني عايشين في حماك وكده، وبتصلي لنا وربنا ينفعنا في صلاتنا. وحشتنا ضحكته، وحشتنا طريقته في الاجابه على الاسئله. هو وحشني ابونا، وحشني. حضرتك تحب تقولي النهارده؟ احب اقول انه وحشني. انا واثقه انك مع القديسين والقديسات من اجل عملك الصالح على الارض، ويا ريت الكل دلوقتي يتعلم منك الوداعة والمحبة اللي في المسيح كانوا فيك يا بابا شنودة، وكلنا شايفينها وكلنا لابسينها، محبة المسيح في قلبك. ربنا حاجة غالية قوي علينا، واحنا ما اتعلمنا منه، اتعلمنا يعني ايه، مين هو ربنا، مين هو الديان العادل، مين هو اللي بيجرح ويعصي، مين هو الله ذاته، يعني نياحته. جيت في الهيكل امام الكرسي بتاعه وسالت نياحته مكان هو جالس على الكرسي، وطلبت منه في البديل كنت تعبان شويه، طلبت منه انا طلبت منه الشفاء. قعدت لغايه الصبح امام الكرسي وطلبت منه الشفاء، ونشكر ربنا جاني الانبا بشوي وشفاني، نشكر ربنا. يعني كان عندي زي ما تقول كده نسبه تعب بسيطه، ونشكر ربنا، ده عمري ما انساه الجميل اللي نعم عمله معايا ده، وعمري ما انسى يعني ايه الانسان اللي علمني يعني ايه التضاع، يعني ايه الصمت احيانا نوع من انواع الحكمه. انا علمني حاجات كتير، يمكن لو قعدت اقول لك عليها من هنا الصبح مش هقدر ان انا اعدها او ان انا احصل. يعني هو ذاكرتنا باستمرار، هو احنا اكيد مش ناسين، وهو في قلوبنا كلنا ماشي. وفعلا فعلا احنا يعني دي احنا فعلا زعلانين ان هو احنا خسرناه على الارض، ولكن كسبناه شفيع في السماء ماشي. وبجد بجد يعني احنا مش هننساك يا سيدنا، وانت في قلوبنا على طول، ودايما انت تشفع علينا في كل حياتنا. وكلامه جميل جدا، يعني السنين اللي ادانا كنز، فعلا ادانا كنز وهو على الارض، رموز من الكلام والحاجات الكتيره اللي هو ادها لنا. فاحنا نقول يا سيدنا احنا مش هننساك، دايما دايما انت تصلي لنا وتكون معانا دايما،